ميكرو فريد مع انفاس كما العاده. خرجنا الشوارع ديال الضربده باش نسولوا الناس على انتخاب عبد الله بن كيران امين العام لحزب العداله والتنميه بعد انه كان في الاول رئيس الحكومه وخاد تقاعد يعني مريح. في نظركم واش يقلب على تقاعد ثاني؟ هذا الشيء اللي غنعرفوا من عند الناس بكل تواضع. هذا كيقلب على ماشي على تقاعد ثاني، هذا باغي يدير لاباس على ظهر المواطنين، لانهم جاو دخلونا بسياسه الدين والتلاعب وكيتلاعبوا بالدين. اذا هادو الفيبان ديال الجنه اصلا مسدوده عليهم، هادو راه غادي لجهنم، فهمتي؟ عطاو وعود كاذبه للشعب وضحكوا على الشعب وزادوا على الشعب وكرفسوا الشعب، ومن معهم ومن جوارهم كلهم غادي ينفح السفينه وحده، كلهم منافقين على الله عليهم اليوم الدين. تحياتي. حيت كيتاجروا بالدين، فهمتي؟ جاو صوبوا سنانهم، صوبوا اللحيه ديالهم، بداوا بالطنوبيلات، داروا قاعات، داروا مدارس، داروا ما عرفت شنو، وكان كيبيع جبيل يخليه يبقى يبيع جبيل، بارك عليه، وينقي الثوب ديالو من جبيل. بكل تواضع. بكل تواضع. في اخبارك دابا عاوتاني ولا عبد الاله بن كيران امين لحزب العداله والتنميه عاوتاني عاد اليكم من جديد، واش في نظرك من بعد التقاعد الاول كيقلب على شي تقاعد ثاني؟ الى لقى عمل ما يزقلها. لا هو دابا عارفين الحزب طايح، داكشي علاش رجعوا دابا زعما هو يطلع لهم النيفو ديال الحزب، فهمتي؟ حيت هو عنده شعبيه. ما زعما راه هو اللي عنده الشعبيه، ما عارفينش واش الناس كانوا بغاو المعقول، ملي ما كانش المعقول راه هودوا الارض، فهمتي؟ هذا الشيء علاش. ودابا ملي غيرجع لبن كيران غيكون المعقول عاوتاني. اش من معقول؟ لا ما كاينش معقول، لا. بكل تواضع. مشات فيها. ما كاينش المعقول. ما كاينش المعقول. لا. تحياتي. الرأي ديالك في بن كيران رجع عاوتاني أمين العام لحزب العدالة والتنمية. وصراحة كواحد من أبناء الشعب ومغربي وكنعبر الرأي ديالي، صراحة فقدنا الثقة في كل السياسيين، فقدنا الثقة في كل الأحزاب المغربية. نثق في شخص واحد هو صاحب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، هو اللي كنثقوا فيه. الأحزاب كلهم يبحثون عن المصلحة الشخصية وليس المصلحة العامة. كما قلتي المصلحة الشخصية، واش بن كيران عنده تقاعد واحد بغى يرجع عاوتاني يقلب على التقاعد الثاني في نظرك؟ بن كيران 7 مليون اللي كان خدا من التقاعد وقيلا على ما بالي، وهذا رأيي الشخصي، كيبغي شي 7 أخرى. هاد 7 اللي كيقلب على بن كيران يشوف شي بلاصة أخرى ماشي هنا في المغرب. المغرب عنده رجالاته، عنده الشباب ديالو غيورين عليه، نساء ورجال اللي كيقولوا كلمة واحدة من القلب ديالهم هي الله الوطن الملك. تحياتي. اجدر لك عاوتاني انتخبوا عبد الاله بن كيران امين العام لحزب العداله والتنميه. ونسول لك عبد بن كيران باقي كاع ما شبع وانتخبوا عليه عاوتاني، باغي ينتخبوا باغي يترشع عاوتاني، يقلبوا لنا على شي واحد اللي غادي يخدم البلاد، ماشي يقلبوا لنا ديما صفار على صفار، نقول لك بدلوه بصفار بصفار، يجيبوا لنا شي واحد باقي صغير وباقي جونو اللي باغي يخدم البلاد، ماشي واحد اللي باغي ينهب. راه هو قال لهم ما بغينا نديروا روسنا، راه هو قالها في واحد الخطاب قالها، خدم عائلته خدم ولادو دار مصالح ولادو ودير لنا فتنه. راه عبد الاله بن كيران هو اللي داير فتنه في البلاد، يخلي واحد الشاب اللي باغي يخدم الوطن، هذا هو اللي بغينا حنايا، ما بغيناش اللي يبدا يكذب علينا كل ولا يجي رئيس الحكومه يزيد علينا، يمشي رئيس الحكومه يبدلو عاوتاني بالزيادات، خصنا شي واحد اللي غيشوف الشعب، يشوف المواطنين، ماشي يدور عليهم الانتخابات يبقاو يفرقوا عليهم، يستغلوا الفرصه ديال الضعف ديالهم، وفي الاخر يزيدوا عليهم، ها كيطلع كيزيدوا عليهم، ها زيد بالدقيق، زيد بالسكر، زيد بالزيت، زيد بكل شيء. في نظرك علاش يعني بن كيران انتخب ولا الامين العام لحزب العداله والتنميه؟ انه كان رئيس حكومه وعنده لانتريد ديالو، عنده لانتريد ديالو في الحكومه الاولى، يعني واش في نظرك باغي يزيد شي لانتريد اخر؟ ماشي باغي يزيد لانتريد، اكثر من لانتريد، بغى وقيلا بغى المغرب يولي في سميتو كله، وقيلا بغى يحكم المغرب كامل، كل شيء كان اللي كيطروج بغى يولي في سميتو، ما بقاش قانع، قناعه ما كايناش. ما بقاش قانع بالتقاعد. ما بقاش قانع لا بالتقاعد ولا داك الشيء اللي كيدي ولا داك الشيء اللي يدا، ما قانعش به رئيس الحكومه اللي السابقه، لا ولا نزيدو حتى الاخر حتى هويا، هذا الشيء اللي بغى. هذا هو الراي ديالي. هذا هو الراي ديالي. تحياتي. في راسك ان عبد الاله بن كيران انتخبوا ولا امين العام لحزب العداله والتنميه. يعني من بعد انه كان رئيس الحكومه وخد تقاعد مريح، واش في نظرك يقلب على شي تقاعد ثاني؟ يمكن، حيت علاش
كما كيقولوا وقت ما جا الخير ينفع. بالنسبه للبنادم كيكون داير واحد النسبه ديال الفلوس كيقلب على نسبه اخرى، بنادم ما كيشبعش، بنادم ما كي بحالنا حنا ما كرهناش زعما حتى حنا يكون عندنا فلوس او ثاني حتى يكونوا عندك جوج تقاعدات. جوج تقاعدات فهمتي، ما بصحتش اش غنقول لك. شي رساله ليه هو الله يعاونه، اش غنقول لك؟ صافي هذا هو الراي ديالك، تحياتي.